السلام عليكم، هسه راح نبلش حل أسئلة على موضوع الجروث. أسئلة بسيطة وسهلة إن شاء الله. وصلنا التشابتر مثل ما عرفت قبل شوي سهل. تمام، أول سؤال احكي لي suppose the human population follows logistic curve نستعمل معادلات اللوجستيك and the time when the number of population each have a carrying capacity 9 years. يعني بقول لي الزمن اللازم لحتى توصل نص الكارين كاباسيتي هو 9، يعني 3 ستار أو 9. تمام، at this time the number of population was increased 3 times. يعني عند هذا الزمن الان صار بتساوي 3 نوت. What should be the growth rate؟ بده الار. تمام، عندي معادلة انا T ستار اللي هي مكتوبة. T ستار بتساوي هي 9 على الارض وياها فلن الكي على النوت ناقص 1. تمام، بس انا بعرف انه الكي او الان تساوي نص كي، صح؟ تقول لي صح، انا بعرف انه الان هي 3 ان نوت، يعني هاي 3 ان نوت، يعني كي تساوي 6 ان نوت، صح؟ ما تقول لي صح؟ 6 النوت 100%. حط هاي النوت مقام النوت بطور مع بعض 6 ناقص 1 5، لان ال 5 في 1 على ار تساوي 9، تطلع معي ال ار 1 7 8. السؤال الثاني، which of the following statement is true about the logistic curve? Curve suggests an early exponential growth phase followed by a slower growth after very long time but number keeps increasing. احنا حكينا المنحنى عندي زي هيك، يكون سريع بعدين ببطئ شوي 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 شوي. هذا هو growth ايش؟ increasing faster، سريع exponential growth يعني faster، بعدين ببطئ slower and slower حتى يثبت حتى يوصل للماكسيمم carrying capacity، وانه راح يصير التغير زيرو. تمام، بس هون شو حكى لي؟ number keep increasing، هي بتضل تزداد، لا هي راح تثبت. وشفنا مثال شيت الاكسل كيف ثبت، هاي غلط. This curve suggests a late exponential growth rate. لا، هي early exponential growth rate. خطأ. ثالث. This curve suggests an early exponential growth phase followed by slower growth after long time. تمام، صح. بس exponential growth then صار slower high. Change in the growth rate turned to zero at the end of the curve. تمام، صح. تغير بالgrowth rate بصير zero. هي ما بصير تغير. بصير تغير. فإيش الجواب؟ هذا الجواب الصح. شوف الخيارات الثانية. This curve suggests a late exponential growth phase followed by slower growth after long time. Late exponential, لا early exponential. This curve suggests an early exponential growth phase followed by faster growth, لا. Suppose that the human population follows a logistic curve until it stabilizes at 15.6. يعني كي 15.6. 2000 يوم سنة 2000 the world population was 6، يعني ان نوت بتساوي 6، the growth rate بتساوي 1.2. لما يوصل half carrying capacity، يعني لما كي بتساوي نص، لما ان بتساوي نص. تمام، بس ايش هو عطاني الار؟ عطاني الار بسنة 2000، فبدي اصححها. لما اصححها ان نوت تساوي 15، النوت تساوي 6، كي تساوي 15.6، فبطبق قانون التصحيح بيطلع معي هيك. بعدين لما بدي احسب تي ستار ايش هو بده؟ من متى بتصير كارين كاباسيتي؟ فبعبر تي ستار بتساوي 1 على ار، ار طلعتها معي، النوت معي بطلعها بطلع معي 24 سنه. شو لما كان بالخيارات؟ يعني اي سنه بتصير؟ اي سنه؟ بسنة 2000، سنة 2010 وكذا. لما طلع معي الجواب 24 سنه بسنة 2000 كان الابتدائي، فالجواب يكون 2024. The optimum condition for bacterial growth occurs exponential growth phase. The world population in 1870 was 1 billion and reached 6 billion in 1990. يعني كم الـ 120 سنه؟ نوت بتساوي 1. تمام، كم الار لما الان 6؟ تمام، هسه كان 1 وصار 6، معناته هاي جروث مش ديكي، يعني موجب مش سالب. 6 بتساوي 1 و1 ونص.
The human population growth equation depends on expect. بيعتمد على إيش؟ ما عدا ما بيعتمد على carrying capacity. تو هي الصح. إنه immigration out هيها. Immigration in هيها. Death rate هيها. Death rate هيها. ما. أهم شغل كثير مش مشكلة نوضح هسه. Suppose human population growth from 6.5 billion in 2000 to an ultimate population of 11. Following the logistic curve. اللي from 6.5 billion يعني النوت 6.5 2000 ultimate an ultimate population يعني الكي بتساوي 11 اعلى ultimate يعني اعلى شيء ultimate following logistic curve assuming growth rate 1.5 يعني r 1.5% مثل 2000 ان 2000 انه 1.5 هاي ان 2000 هاي ال 1.5 عند 2000 يعني هاي r not data point متى بصير لما يوصل للان بتساوي 9 طلع اول شيء الار الار بتساوي 1.5% واحد ناقص كي كي 11 على نص طلعت الار لما طلع الار كله الان بتساوي النوت النوت كم 6.5 سو صار زياده صار زياده ان كان 6.5 صار 9 معناته جروث الار الار اللي حطيتها بدي تي بيطلع زمن معين تي غلط غلط بعتذر بعتذر جدا لوجيستيك كيرف تطبق معادلات اللوجيستيك كيرف تطبق معادلات اللوجيستيك كيرف حط على ار من الان الان 9 الان نوت 6.5 تطبق المعادلة هاي بيطلع معي 31 سنة فانا كان عندي 2000 فالجواب 2031 بعتذر جدا اللوجيستيك كيرف مش اكسبوننشال كويشن كل الاسئلة على جروث ان شاء الله تكون واضحة تذكر في سؤال بس انا نسيت اكتبه إذا الطعام يعتمد على ثلاث شغلات R بيساوي كذا R لكل واحدة بيساوي كذا سو كم الزمن مش لوجيستيك كيرف يعني مباشرة N بتساوي N نوت في E قوة R في T كم مطلوب مني أطلع ال R وأحل بس كان أجمع ال R وأحل ويطلع معي الجواب طالب مني زمن وبتذكر سؤال ثاني كان حله خطوتين مش زي هيك بس صراحة مش كاتب ناسي المهم يلا خلص الجروث يلا نبلش بالاير بوليوشن وبالمادة الاير بوليوشن راح يكون عبارة عن بارتين او ثلاث باذن الله يعطيكم الف عافية.